مبيعات الحاسوب الشخصي تراجعت في جميع أنحاء العالم في الربع الثالث من العام وللربع السادس على التوالي. أحدث المعطيات الإحصائية تشير إلى أن الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية الأرخص ساهمت في هبوط الطلب. مؤسسة IDC أفصحت عن انخفاض بما يقرب من 8% إلى 81 مليون و600 ألف وحدة، في حين قدرت غارتنر التراجع بما يقرب من 9%. التوقعات تفيد بانهيار في سوق الحاسوب خلال 2014 مع انتعاش ابتداء من 2015 مع استبدال كل من الشركات والمستهلكين لأجهزتهم القديمة. مؤسسة غارتنر ترى 2013 أسوأ مع استقرار في الانخفاض العام المقبل ونمو بنسبة من رقم واحد في 2015.